الله. طبعا اول حاجه عايزين نعرفها من حضرتك للناس اللي مش فاهمه ده تعرفينا كده يعني ايه تكيس مبايض؟ اوكي، تكيس مبايض هي مشكله ليها علاقه وطيده جدا جدا بالسمنه والدهون الزائده. تمام. طيب احنا خلينا نتكلم النهارده عشان بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي. اقول النهايه السبب في الموضوع ده، الحلقه دي ليست للنساء فقط. أوكي. من متابعين قناة الأهلي النسبة الكبيرة جدا من الرجال، فمحدش يقوم ويسيب الحلقة عشان احنا بنتكلم عن تكيسات المبايض، لأن السبب في تكيسات المبايض بسيط جدا وهو السمنة والدهون الزائدة، اللي هي نفس المشكلة اللي عند الرجال نتيجة مقاومة الأنسولين. فكلنا نقعد ونتفرج على الحلقة لأن حل مشكلة تكيسات المبايض هي نفسها الحل اللي عند مشكلة السمنة الموضعية في الكرش عند الرجال اللي بتسبب مشاكل القلب، مشاكل الشرايين، الضغط، حاجات كتير جدا. بالظبط كده، فمش عايزين نقول إن المشكلة دي فقط حاجة، لا خالص، ده هي السبب الأساسي فيها، وهي الدهون الزائدة والسمنة الزائدة بالذات في منطقة البطن السفلية ومنطقة الكرش عند الرجال. فكلنا نقعد دلوقتي ونشوف بقى الروشتة هنعمل ايه النهاردة عشان نحل مشكلة تكيسات المبايض اللي عند ستات كتير، او مقاومة الانسولين اللي عند الرجال وبسبب امراض القلب. بمنتهى البساطة، مش عايزين نقول كلام علمي مفزلك قوي قوي، عايزين بساطة، كلام بسيط جدا. احنا عندنا الانسولين هو الحارس اللي بيقف على الخلية، بيخبط على الخلية يقول لها خدي انا دخلت لك جلوكوز اللي انا لسه واكله دلوقتي، وبننظم العمليه فالجلوكوز يدخل جوه الخليه نستخدمه كمصدر طاقه. كويس. طيب حضرتك قعدتي تاكلي سكريات كتير وشوكولاتات كتير وفتحنا الدنيا على البحري، بنوصل لمرحله من كتر السكر الانسولين بيقف عند الخليه ما بتفتحلوش الباب. فالسكر حيك عماله تاكلي سكر سكر، بيقف في الدم ما بيخشش الخليه، مش عارف يدخل. اوكي. فالسكر في دمنا زاد، فابتدينا نصاب بالسكر النوع الثاني، ابتدينا يبقى عندنا سمنه مفرطه، سمنه في منطقه البطن، ومشاكل بقى تكيس المبايض وحاجات كتير جدا لا حصر لها مرتبطه بالسمنه. طيب بيحصل ايه برضو عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل؟ سكرنا زاد في الدم، انسوليننا زاد في الدم، وانا البنكرياس، ما هو احنا جسمنا ما شاء الله ربنا خلقه بسيستم منظم جدا. صحيح. راحت رساله للبنكرياس بتقول له الخلايا بتقول ما فيش انسولين عندي، بيفتح الباب للكم اللي انا باكله من السكر، فابتدى يزود في افراز الانسولين عشان يساعد. يساعد. بالظبط. فالدنيا عماله تزيد في الدم. طب حلنا ايه بقى؟ انا جايه النهارده اتكلم عن حلين بساط جدا. هنقطع الدهون، سوري انا اسفه، هنقطع النشويات والسكريات العاليه لمده شهر، هناخدهم بنسب بسيطه جدا عشان ابتدي انظم خلقه ربنا اللي هو خلقها للجسم تاني، البنكرياس يفرز انسولين بصوره معقوله، والخليه تفتح بابها عشان تدخل الجلوكوز والدنيا تمشي طبيعي. كويس. طب الحل الجميل بقى عشان احنا في حياه صعبه شويه، حياه انا عارفه ان فيها ضغوطات، عشان تقولي لي يا دكتور بطلي سكر ونشويات لمده شهر، طلب صعب شويه. احنا عارفين طبعا الحاجات دي مثيره للسعاده، طبعاً. للفرحه، الحاجه طبعاً اللي بتصبرنا على حاجات كتير. صحيح. طب هنعمل ايه دلوقتي لو احنا عندنا مشكلة ان احنا مش قادرين نقطع ونعمل اللي انا بقوله اللي هو السكر والنشويات لمدة شهر او اسبوعين؟ هنعمل حاجة بسيطة، هنمشي على بيستا. بيستا ده المنتج اللي انا بتكلم عنه النهاردة، وهو كورس كامل متكامل شيف، ده حاجة طبيعية 100% آمنة، موجودة في الصيدليات، سهلة الاستخدام، ودي حاجة مهمة في حياتنا اللي كلنا بنعملها. وآمنة يا دكتور عن أنواع تانية من الأقراص بتشتغل على المخ. بالظبط. أنا ما بشتغلش على المخ، أنا معتمدة على أليافي، الألياف الطبيعية اللي هي قشور السيليوم، ردة القمح، ردة والشوفان. دول الثلاث أنواع عندي من الألياف اللي هيعملوا إيه بقى؟ هيظبطوا مستوى السكر في الدم. ده نمرة واحد. هيخلوني عندي مادة مالئة في بطني زي البالونة، عمليات اللي الناس بتعملها عشان تصغر معدتهم. أنا صغرت معدتي، أنا صغرت المعدة بتاعتنا، أنا صغرت المعدة بتاعتي بإيه؟ بإن أنا حطيت ألياف طبيعية جدا مالئة، قللت قدرتي على الأكل. فحضرتك اللي أنا النصيحة اللي قلتها الأولى، قللوا من النشويات والسكريات، حققناها حققناها ببيستا. بالظبط. هاخده إمتى؟ هاخده مرتين لتلاتة قبل الوجبات الرئيسية في اليوم، على حسب أنا شخص باكل وجبتين ولا تلاتة. وطبعا لو شخص عنده مقاومة أنسولين زي ما احنا بنتكلم في أول حلقتنا، سواء التكيس المبايض أو كل المشاكل الأخرى، يفضل ان انا اصوم 16 ساعه واكل في 8 ساعات. فال 8 ساعات دول لو قسمناهم 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات، يعني 3 وجبات، منهم وجبه خفيفه وجبتين رئيسيتين. كويس. يبقى انا خد كيس من بيستا على كوبايه ميه قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه. حضرتك هتيجي تخشي على الوجبه الرئيسيه بتاعتك اللي انت جعانه ومنتظراها، انا حاسه بشعور الامتلاء والشبع، فمش قادره اكل. طب هنحل بقيه المشكله ازاي؟ اللي احنا عمالين نتكلم في كلام فيسيولوجي عميق جدا. أيوة. نحلها ازاي؟ بيستا مش بس الياف، بيستا مكون من ثلاث عناصر مهمين جدا، كروميوم بتركيز 500 ملي جرام، فيتامين سي 50 ملي جرام، والالكارنتين 30 ملي جرام.
طب ده هيفيدنا في ايه بقى في مشكله تكيس المبايض او مشكله مقاومه الانسولين اللي عند ناس كتير موجوده دلوقتي؟ ماده الكروميوم اللي هي موجوده بتركيز عالي جدا في البيستا هتعمل ايه؟ هتقلل امتصاص النشويات من الاكل. فحضرتك حتى انت دلوقتي بيستا خلاكي تاكلي نص كميه النشويات اللي كنت بتاكليها، ودي النصيحه اللي انا بنصحها. اوكي. كلتي النص، حتى امتصاص جسمك للنص ده قل كتير جدا نتيجه الماده اللي بنقول عليها الكروميوم. مش بس كده، انت مشكلتك ان الانسولين فيه مشكله، انا حفزت افراز الانسولين بالكروميوم، فانا حليت مشكله تكيس المبايض بمنتهى السهوله او للناس اللي عندها مقاومه انسولين بالالياف وبالكروميوم اللي موجود. طب نيجي لفيتامين سي، فيتامين سي دوره ايه في بيستا وهيفرق معايا في الخصيه ازاي؟ الناس كلها دايما مقتنعه ان فيتامين سي فيتامين المناعه، فيتامين بالظبط، مش عارف بيساعد بقى خالص. ده بيساعد بقى ازاي؟ بيخلخل الدهون اللي موجود جوه الخلايا وبيطلعها ويبتدي يستخدمها كمصدر للطاقه. حلو قوي. يبقى انا كده بدلت، بدل ما كنت دايما معتمده انا بشرب سكريات باكل نشويات عشان لا انا بدعم بقى من اللي موجود عندي مخزون، عندنا بقى مخزون كتير في كل الاماكن بقى، السمنه الموجوده الموضعيه، الارداف، البطن، الكرش، ابتدينا نخلخل الدهون الصعبه شويه كويس. في الحرق من الخلايا وبقت هي مصدر الطاقه، فبقينا بنحرق، حولنا جسمنا محرق الدهون كويس. ودايما انا بقول الصيام المتقطع وبيستا مع بعض انت فعلا بتحول جسمك لمحرق الدهون طبيعيه من غير ما نشتغل على المخ تماما. حلو.